نتواجد الآن وسط شارع جمال، حيث يحتشد هؤلاء المواطنون من أجل مدينة خالية من عصابات الاغتيالات والإجرام كما يقولون، وهو مطلب يأمل الجميع أن يتحقق في ظل انفلات أمني تعيشه تعز. مساع حثيثة تقوم بها السلطة المحلية واللجنة الرئاسية من أجل تحقيق مطالب السكان وتأمين أحياء وشوارع المدينة، لكنه من وقت إلى آخر تحدث منغصات تعرقل بعض جهودهم وتعيق استكمالها. بالأمس القريب كانت هذه الشوارع التي تحتضن المسيرة الشعبية مسرحا للاشتباكات المسلحة بين عناصر أبو العباس ووحدات اللجنة الأمنية، ما يجعل مهمة اللجنة الرئاسية تزداد تعقيدا. لكنه بعد رضوخ بعض العناصر المتمردة تجاوزت المدينة الكثير من الصعاب، وقد تستكمل ما تبقى لاحقا. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.